هنا واحد العملية، هنا قامت واحد العملية ديال السرقة هنايا، واحد السيد خرج بمبلغ بمالي، ربما في أربعة الأكياس ربما تكون شي 400 مليون بحال هكاك ولا هادي، خرج بها بطريقة عادية، تعرض له واحد، انتفها له سرقها له يعني بدون عنف، بدون يعني دخلوا عيف في مشاجر، دار له أربعة ديال الأكياس، تقريبا تكون واحد 400 مليون، في كل كيس كاين 100 مليون على ما كيصرح به هو، سرقهم ليه هنايا في الشارع العام. هزهم طاحوا جوج خشاهم في البرينكس في الطوموبيله والجوج الاخرين مشى كيجري في الطاكسي رماهم في الطاكسي من اللور دخل والشيفور جر وحده كانت وحده رماها وحده جرها الشيفور من حداه عاود سد الباب مشى تيجري هرس له يعني وانا هرس له الزجاجه ديال الطوموبيل داكشي ومشى بحالاته وشكرا الله يحفظك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.